الندوة ديال اليوم دارت حول الإصدارات ديال مركز ابن خلدون للدراسات الهجروية والمواطنة، اللي هو نتيجة الاتفاق أو الشراكة ما بين مجلس الجالية وجامعة الأخوين. اليوم يعني قمنا بواحد الندوة للتعريف بواحد ثلاثة الإصدارات اللي صدروا في هذا الميدان. الإصدار الأول حول ربيع العلوم الاجتماعية اللي اهتم بالهجرة، ثم كذلك أغاني الهجرة بالنسبة للمغرب، ثم كذلك كتاب حول الهجرة الإفريقية، وكان مع الزملاء تم شرح هذا المحتوى ديال هذه الكتب، وكذلك السياق العام اللي نجنا في هذه الكتب اللي هو الإطار الشراكة المثمرة اللي كاينة ما بين المجلس وجامعة الأخوين. إذن كما كتعرفوا أن المجلس كيهتم بقضايا الهجرة، لأنه هو كمؤسسة وطنية أسسها هو القضايا الهجرة والمهاجرين، سواء من جهة من ناحية يعني الثقافية أو الاقتصادية أو كذلك يعني الاجتماعية. جامعة الأخوين بالنسبة كمؤسسة أكاديمية تقوم بالبحث العلمي، الاجتماع ما اللي وقع ما بين جوج ديال المؤسسات الوطنية انتج لنا مركز ابن خلدون اللي هو فيه بحث أكاديمي مدعم من طرف الجهة باسم السي بوصوف اللي هو الأمين العام، وكذلك بالنسبة لجامعة الأخوين، وعطتنا هذا المنتوج اللي خلال سنة ونصف تقريبا انتجنا واحد 7 ديال الكتب، 7 الإصدارات هاد السنة.